السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمرين على خطى آدم وحواء في اكتشاف الحضارة النوبية الجميلة، والتي يقال بأن لغتها كانت لغة آدم عليه السلام. أنا مالي خص ترى هذا الكلام من إخواننا النوبيين، لكن خلونا نتعرف منهم أكثر ونتعرف على لغتهم وتاريخهم. ونحن نتواجد هنا في مدينة جميلة جدا اسمها أسوان، عاصمة نوبة الشمال، آسي وانغ هكذا كانت تلفظ بالنوبية، آسي وانغ أسوان. وطبعا بالنوبية تعني الماء الظاهر، مثل ما أنتم شايفين فإن جمال النيل هنا لا يضاهيه جماله في أي مكان، لا شمالا ولا جنوبا. حياكم الله. هذا رمز لمدينة أسوان، يشبه وردة اللوتس. من بعيد تقدر تشوفه، لما تقترب لا تقدر أيضا تشاهد يعني عظمة البناء، سبحان الله. ولكن باختصار هو يوثق تلك الحقبة اللي كان فيها تعاون ما بين الاتحاد السوفيتي وجمهورية مصر، اللي طبعا كانت متمثلة في بناء السد العالي. في نفس الوقت تأملت في هذه العبارة، اتحاد الجمهوريات العربية حلم لكنه لم يتحقق للأسف. دروب زرنا سدود عديدة وكثيرة بكل أمانة، وكل بلد نزوره يكون أكبر سد، يعني عندهم بالنسبة لهم هذا أكبر سد، واحد بالطول واحد بالعرض وأحيانا من الجانب. علموم السد العالي هذا تاريخ وليس فقط مشروع هندسي ضخم. فحين نزور السد العالي نحن نستحضر العدوان الثلاثي وتأميم قناة السويس وأمور أخرى كلها مرتبطة ببعض، وللسد آثار إيجابية كبيرة على الزراعة والكهرباء والتنمية طبعا في الحبيبة مصر، ولكن كان له أثر سلبي أنه تسبب في غرق بعض القرى النوبية، مما تسبب فيما يعرف بالهجرة النوبية، وهي التي جعلت الكثير من أهل النوبة الأحباء يهاجرون من هذه المدينة إلى مدينة الأقصر شمالا. للتوضيح طبعا السد العالي هو من هنا في الجهة الخلفية، كان هناك القرى اللي كان فيها طبعا أهل النوبة، عندما طبعا لما كثروا نسبة الماء صار هذا سبب في غرق بعض القرى، وطبعا هذه كانت إحدى المشاكل الرئيسية لما حدث من بعد السد العالي. ولكن بشكل عام السد العالي يعتبر من أضخم مشاريع السدود في العالم. بالحديث عن فيضان النيل، خلونا نراويكم هذا الشيء اللي ممكن الناس إذا جت مصر راح تلامسه كثير في فصل الشتاء. شوفوا الخطوط البيضاء اللي تشوفونها على هذه الصخور، شايفين؟ تمام؟ كل هذه الخطوط تعني منسوب المياه من خلال طبعا الفصل اللي فيه منسوب المياه يرتفع أو يقل. نحن الآن في الشتاء، نصور في شهر 12 في عام 2016 هنا في أسوان. النهر مثل ما أنتم شايفين طبعا بسبب هناك الخزان وهناك السدود وغيره ينخفض المنسوب، لأن الاستخدام المياه، مياه النيل تكون أقل للشعب المصري، فيكون أقل، فهم يقومون بتخزين هذه المياه في الخزانات الخاصة، ومن بعد ذلك في الصيف يكون في استخدام أكثر للشعب هنا، وبذلك يتم زيادة المنسوب. سبحان الله، الآن نبدأ نتعرف على بعض هذه الفوائد من تلك الأفكار للسدود والخزانات. طبعا الخطوط البيضاء هاي تبين عمق أيضا النيل،
وما شاء الله معروف انه ايضا عميق جدا من الانهر المعروفه بعمقها. ليدي فينجر واكيد عيان اكيد بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. كيف الحال؟ سلام. طيب ان شاء الله. خليك. يا لهوي تمساح امسك بص خلي كده ايوه ايدك هو اللي يخليك ما تضمش عليه يعني ما تضمش عليه خبرونا هاي طريقه الترحيب عند اهله طريقه الترحيب عند اهل النوبه ها طيب ليش انتم عندكم التماسيح تفاؤل والله جد ايوه في الثقافه النوبيه التمساح يجيب الحظ كذا متمارسه من اجدادكم بالضبط زي الفراعنه كانوا يسموه صبك لا صبك صبك يعني ايه الفراعنه لها تمساح لها تمساح الله اكبر وتاكلوه لا لا هو ما بيتاكلش هو انا بس لا. مش حرام اكله بس هو ما بيتاكلش ما تاكلونه في ناس بتاكله في ناس بتاكله اسنانه والله ممكن يعني تعور دي صح تعور برضه طب خلينا نشوف كيف يعور خليه يعضك لا لا بمزح شفت انا بحبه قد ايه خلي بالك احنا هو التمساح يعني بيعرفكم احنا مروضينه يعني ده في الاول ان هو وصغير مثلا بيعمل كده ما يقعدش هادي كده بس انا اللي تعلمته انه التمساح طول ما انت مسكه بطريقه معينه عند الراس كده مش هيلف عليك ودائما ممكن تمسك من تمسك نسيبه بقى بطبيعته نسيبه بطبيعته لا انتوا جدعان كده بقى ما نمسكوش طب انتوا احنا نسيتونا احنا لسه داخلين في الحلقه نريد نقول للناس احنا عند اهل النوبه هنا ده مكانكم ونحن متشرفين فيك الصراحه بس عايزين نبدا بقى باول كلمه بقى عاوزين نقول للناس السلام عليكم ازاي في النوبي من ابورو من ابورو من ابورو من ابورو ورد ازاي عدل نقولها مع بعض السلام نقول من ابورو من ابورو ايوه وعليكم السلام هايقرو هايقرو الله اكبر طيب هذا شو بالضبط يا الهي هذا الكبار بقى تماسيح الله اكبر ابو وام اب وام الصغيرين دول الله يطرح لهم البركه ان شاء الله شو الموضوع كمان تفاؤل تفاؤل ناويين ان شاء الله نوسع لهم المعيشه بتاعتهم دي صغيره قوي انا حتخلوها فوق الله اكبر الله اكبر وعلى فكره ما ياكلش ما ياكل ما ياكل صايم يكون صايم سبحان الله ليش يعمل بيات شتوي البيات الشتوي ودول عيالهم يعني بسم الله ما شاء الله هي التماسيح دي بيدفع الباب الحظ و نتفائل به اذا انت تتكلم سوداني ايوه انا سوداني نوبي سوداني نوبي سوداني يا من ابوه يا اهلا وسهلا تسلم تقولوا كمان كيفك يا زول وكذا ولا كيفك يا زول بس انتم هناك النوبه كيف غير واحد انتم معاهم واحد واحد النوبه بس النوبه اللي هناك لكن سبحان الله كيف انه الجانب المصري اثر بلغته العربيه بلكنه المصريه على اهل النوبه هنا واللي في الجانب السوداني اثروا على السودانيين باللكنه سبحان الله نعم
هو يعني. اصلا قبائل السودان الاساسيه هي نوبيه كمان كيو كنوزة بعد فيه يعني انتم الحين انتم على علم ودرايه بان يوم من الايام كان هناك ما يسمى ببلاد النوبه وكانت في عاصمه وكذا طبعا طبعا ايوه المملكه النوبيه دي المملكه النوبيه سدد عمل برضو ايه نعم صارت الظروف وغيرها يعني فرقت الناس مشت السودان والناس قاعده في مصر في مصر سبحان الله هي المنطقه كانت واحده عشان كذا نحن نقول حتى لو اندثرت بعض الملامح بعض الاماكن تبقى الثقافه في قلوب ناسها موجوده في عاداتهم وتقاليدهم شدوا حيلكم ونحافظ عليها بقى طبعا طبعا احنا بنعمل لحمايه التراث بتاعنا يلا بقى انا الحين انا اختبركم بحاجه دلوقتي اتفضل سمعوني اغنيه نوبيه اهل السودان يعرفوها اهل مصر يعرفوها النوبيين هاي تشجيع كره قدم علي ري يا علي ري و علي ري علي ري علي ري بس دول تنتين علي ري وعلي علي ري وعلي ده بيقول اسمي وعماد علي ري وعماد علي ري ورامي علي ري ومار رامي علي وناجي علي ري دي سهلة قوي بصراحة الكلمة الأولى إيه؟ علي ري علي ري علي ري يعني إيه؟ حقيقي صح؟ حقيقي عليري يعني حقيقي أو طيب وبتقول الاسم يعني هل علي حقيقي هو انا كذبه ولا ايه ها هو علي عليري يعني الكلام ده حقيقي الموضوع اللي هنكلمك فيه ده صح سودوا عليها اغنيه شوي شوي اسو اضحك بوسو مش كده حسب صبعك يا لهوي غليظ خربش تعال شوي شوي عليه حسب يا رب الله يخليك انا والله قلبي اللي واقف مش خايف مش خايف بطل شوي شوي ابنك ما شاء الله ايش اسمه عمر عمر عاشت الاسامي يا عمر ايه الحلاوه دي كيف تقول شجاع بالنوبي كلم عمر وجما وجما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زين يعني طبعا اليوم صعب جدا ان واحد يتعلم اللغة النوبية صعبة صعبة طبعا لازم بالمعاشرة والعيشة يعيش وسط أهل النوبة كلهم عشان يتعلم وده عايز من الطفولة مش هو وكبير يعني في حاجة مثلا احنا بنعتز بيها حصلت معانا في حرب 73 نعم كانت اللهجة النوبية دي بيستعملوها شفرة شفرة في سلاح الإشارة انهم يوصلوا المعلومه من هنا للمنطقه الاخرى يعني حرب اكتوبر في حرب 73 حرب 6 اكتوبر يا الله يعني لما كانوا يريدوا ان يتخاطموا ما بينهم البعض الجنود المصريين حبيب بينهم بين بعض استخدموا اللغه النوبيه اللهجه النوبيه اللهجه النوبيه يا الله مثلا كانوا بيفكوا شفرات ما يعرفوش مثلا يفكوا شفره ايه اللهجه النوبيه لان العدو حيكون عارف العربيه ولا اي لغه عرفوا العربيه عرفوا اي لغه في العالم اللغه الوحيده الا اللغه النوبيه سبحان الله تدرس في امريكا والمانيا اللغه النوبيه الله اكبر برضه في القاهره برضه بتدرس تدرس ايضا الله اكبر جميل طب يلا احنا نعد نتحداكم بقى باللغه النوبيه الاغنيه النوبيه جاهزين الليله 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 يا سمراء يا سمار الليله يا سمر عارفين دي يا لهوي دي نوبي نوبي الحمد لله كيف صحتكم نوبي نوبي بيقولوا في جكي ولا كذا ولا كنوز كنوز نعم والله تمام انا حبيته مصريه يلا تمام 10 غرف جميل كل اوضه ليها اسم اغنيه من اغاني محمد منير طب ليش محمد منير لعشقنا محمد منير الله اكبر
أكيد. ومن أشهر الشخصيات. طبعًا أنتم سمعتونا ونحن دائمًا نذكر أغاني محمد منير. هذا المكان من كثر ما يحبون محمد منير قاموا حتى كل غرفة حاطين عليها من كلمات أو كاتبين فيها من كلمات أغاني محمد منير. تعالوا نشوف. ليلة سمرة. ده الأغنية اللي بنغنيها من جينا. الليلة 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 يا سمرة. جميل. والله جميل بصراحة. شوف دي اسمها حدوته مصريه. حدوته مصريه طبعا الرئيسيه برضو تلاقي برضو كلمات مكتوبه زي الغرف. جميل يا الله. شفت احنا طلعنا فيها بقى. ده احنا عاوزين نسكن هنا بقى خلاص. هم الشباب هناك. شوف الشباب وين. سي وير ذا جايز. السلام عليكم. السلام عليكم. والله لازم تشوفوا المنظر. تعالوا تعالوا شوفوا المنظر. لوك ات ذس. كم كم كم. شوف 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 كيف امتداد العراقيب الصحراويه. هذه صحراء. صحراء منين؟ صحراء صحراء لكن شوف كيف. يا الله روعه والله يا اسوان روعه. أكيد أنتم سامعين بالآغا خان الرابع زعيم ما يعرف بالطائفة الإسماعيلية النزارية. هو بريطاني من أصل هندي مولود في جنيف وعاش في كينيا متزوج من أمريكية وأبوه مدفون في سوريا. بس أبوه ما كان الآغا خان الثالث، إنما الآغا خان الثالث كان جدة وهو اللي ساهم في تأسيس باكستان بوضعها الحالي. تعبت سبحان الله. لكن المهم أن الآغا خان الثالث توفي ودفن أين؟ نعم هنا في أسوان. وكانت زوجة الأميرة الهندية بعد ما توفى ودفن في الضريح اللي في الخلف تضع كل يوم له زهرة حمراء على قبره، ولا زال حتى هذا اليوم كتقليد خاص بالأسرة الإسماعيلية توضع زهرة حمراء على قبره في صباح كل يوم. صحراء صخور نهر خضرة طيور طبيعة. أسوان مدينة صغيرة على فكرة عامرة كثيرة اللحوم والأسماك والغزلان. هذا هو الوصف الجميل والبسيط للمدينة مثل ما ورد في كتاب خريدة العجائب وفريدة الغرائب لسراج الدين ابن الوردي رحمه الله. أنا شو قلت، خريدة ولا جريدة؟ لا فعلا هو كتاب طبعا قديم ورائع في الحديث عن الدول والمسافات بينها، واسمه خريدة مو بجريدة، خريدة. وطبعا الخريدة تعني اللؤلؤ الذي لم يتم ثقبه. الله أكبر شيء جميل. مهما سوينا وصورنا وحاولنا نطلع جمالية المكان
وروعته ما بنوصل للشيء نفسه. اهلا 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 مثلا. مهما حاولنا نراويكم الشيء هذا بجماله وروعته وان وفقنا فيه فهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى، لكن صدقوني الواقع يتحدث عن نسبه مختلفه تماما من الجمال اللي جالسين نشوفه. ففي نفس الوقت تضربني بصراحه يعني غيره وقليل من القهر والزعل باني كمرشد سياحي وثقافي وبيئي تضربني بصراحه غصه ان يعني نحن كمرشدين سياحيين ثقافيين ونحب ايضا البيئه نشوف الفرص في كل شيء نراه في قيمة جميلة وإيجابية. يعني هذا المكان مو ناقصه شيء أبداً، نهر، طبيعة خلابة، خضرة، ناس طيبين، روعة البناء الموجود القديم الممزوج بالحضارة النوبية والموقع الرائع، بس محتاج إلى ما نحن نسميه التتشز، يعني لمسات بسيطة حتى يكون أكثر جاهزية لاستقبال ناس أكثر يزورونه. نعبد الطريق بشكل أفضل، تبون رملة نخلي رملة، بس ننظف المكان أكثر، نخلي فيه سهولة للوصول إلى النهر، يكون فيه كورنيش خاص على سبيل المثال على هذا النهر الجميل. أتمنى أتمنى كل من هو مسؤول عن السياحة في مصر أو في الدول المجاورة، الأماكن التي تحتضن ذلك التراث القديم، تلك الأرواح الجميلة ذات التاريخ القديم، أن نحاول أن نحافظ أكثر على مناطقها. نحن في دروب نحاول أن نرسل رسالة، هذه إحدى الرسالات نتمنى أن تصل إلى المسؤولين في مصر الحبيبة وفي كل دولة لديها ذلك الإرث القديم الجميل، ذلك التراث الذي يرجع إلى الدول القديمة والبلدان القديمة والتراث والثقافة القديمة. نتكلم عن آلاف السنين التي مضت، إذا لا زال هناك بعض من الملامح موجودة في أي مدينة المدن اللي نعيش فيها لابد الحفاظ عليها. وشخصيا أرى بأن منطقة أسوان هي فعلا جنة جميلة رائعة، وأنا أشعر في تقصير كبير سواء كان من أهلنا في الخليج أو في الدول العربية أنهم دائما يروحون القاهرة وما يجون أسوان. طيعوني وطيعوا الشور، أسوان فعلا تستحق أن الواحد يزورها. داخلي صوت ينادي للدنا لسنا عادي لمن هناك ومن هنا. في داخلي صوت ينادي للدنا لسنا عادي لمن هناك ومن هنا. قد تختلف ألواننا أدياننا أوطاننا والألسنا، لكننا أبناء آب واحد والأم أيضا واحدة. مهما تفارقنا الدروب ودروبنا متباعدة، سنعود للبيت القديم، سنعود حضن القديم، سنعود للبيت القديم، سنعود للحضن القديم. تحط فيه رحالنا أنت أخي، أو شئت قل أنت أنا. مع السلامة.